سمبوسك الباف او عجينه الباف. يلا، عندنا 5 كوبايات من الدقيق، والدقيق هنا دقيق متعدد الاستخدام، تمام. ربع كوبايه من النشا، ودي هتخلي لي السمبوسك بتاعتي هشه وما تشربش زيت. عندنا كمان 0.5 كوبايه زيت على سمنه، 2 كوبايات من الميه الدافيه، 2 كبار معلقة من اللبن الباودر، وتقدري تستغني عنه لو مش متوفر، 2 كبيرة معلقة من السكر، 2 كبيرة معلقة من البيكنج باودر، وعندنا كمان 0.5 معلقة صغيرة من الملح. الحشوة بتاعتنا بقى ليكي فيها مطلق الحرية، تقدري تحشي فراخ معصجة، لحمة معصجة، جبن وبسطرمة، تقدري كمان تحشي حلو، تقدري تحشي تفاح مكرمل بالقرفة، تقدري تحشي مكسرات، تقدري تحشي كريمة، زي ما انت عايزة. الحشوات بقى براحتك خالص، اهم حاجة عندنا العجينة تطلع معنا مظبوطة، وبعدين الحشو مفيش مشكلة. النهاردة عندنا شوية لحمة معصجة، تمام، هنحشي بيها السمبوسك، تقدري تضيفي معاه عشان تديكي طعم حلو شوية بقدونس وشوية مكسرات محمصة او محمرة علشان تبقى مقرمشة كده جوه السمبوسك. يلا بينا نعجن بقى السمبوسك بتاعتنا، وما ننساش ان احنا عندنا زيت علشان نحمر فيه. والسمبوسك من الحاجات اللي تقدري تفرزيها في الفريزر، بس اهم حاجة وانتي بتفرزيها تحطي نشا تحتيها، وكمان ما بين الطبقات يبقى فيه كيس بلاستيك ومرشوش برضو بالنشا علشان ما تلزقش في بعضها، تمام. يلا بينا نجيب بولة اكبر عشان نعجن. الدقيق بتاعنا دي متعدد الاستخدام، منخول كويس، هنحط كل المواد الجافة عليه، النشا، اللبن باودر ده قلنا لو متوفر، مش متوفر مفيش مشكلة، والمعلقة الكبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة السكر، وعندنا كمان الملح. خلاص انا خلطت هنا كل المكونات الجافة مع بعض، هعمل ايه تاني؟ هبتدي احط السمنة والزيت، تمام، على خليط الدقيق مع كل المكونات الجافة اللي عندنا، ونبتدي نشرب الدقيق للمادة الدهنية، تمام، نخلطهم كويس مع بعض بحيث ان هو يبقى معايا في الاخر عامل زي حبيبات الرمل، تمام. واجهز بقى معايا 2 كوبايات من المية الدافية، ممكن كمان مية من الحنفية عادي جدا، لاننا مش حاطين خميرة فمحتاجين مية دافية عشان تخمرها، لا خالص، ممكن مية برد عادي جدا جدا، مش هتقول حاجة، تمام. بصوا هنا الدقيق بقى معانا قوامه اشبه بالرملة شوية اهو، خلاص اتأكدت ان كل المواد الدهنية بتاعتي الدقيق شربها وخلطتها كويس معاه. يلا بينا بقى نجيب المية ونعجن العجينة بتاعتنا. من الحاجات اللذيذة جدا، طبعا كلنا دلوقتي عارفين ان السمبوسك اسعارها معدية شوية في السوبر ماركت، صدقيني دي هتديكي نتيجة حلوة قوي قوي، ومش مكلفة خالص، وبتعمل لك كمية وفيرة جدا، تمام. هنبتدي نعجن عادي جدا، عجينة عادية جدا جدا، بس المقدار عندك مظبوط، حطي 2 كوبايات مية بالظبط، هتطلع معاكي زي الفل. اهم حاجة بقى اعجني كويس جدا، تمام، هي لسه محتاجة شوية مية صغيرين. زي ما قلنا الحشوة ليكي فيها مطلق الحرية، حادق وحلو واللي انت حباه كله تحطيه. بعد ما عجننا العجينة بتاعتنا، العجينة بتاعتنا ما فيهاش خميرة، يعني مش محتاجة تقعد وقت تتخمر، بس محتاجة وقت علشان ترتاح. هسيبها ربع ساعة وهي متغطية او نص ساعة، وبعد كده هبتدي اخدها واعمل منها كور صغيرة. في ليكي حلين في الموضوع ده، يا اما تاخدي العجينه كلها تفرديها كلها مره واحده وتبداي تقطعيها بقطاعه مدوره علشان كله يطلع قد بعضه، او انك انت تعمليها بالشكل ده كور برده كلها قد بعضها، تمام، وتبداي تحشي او تفردي كوره كوره وتحشيها، تمام. عجنا العجينه سيبناها ترتاح شويه، وبعد ما ارتاحت يا اما نفردها كلها مره واحده وبقطاعه، واروح مقطعاها دوائر بالقطاعه مثلا زي كده اهي. بعد ما افرد العجينه كلها مره واحده ابتدي اقطع كله كله كله، ويبقى كله قد بعضه، تمام، او ان انا اكورها كور صغيره زي ما انا عملت كده كلها قد بعضها برده، وابدا احشيها. اهم حاجه عندي ان السمك بتاع العجينه بتاعتي بصوا يبقى بالشكل ده، حوالي 3 مللي اهو، باين معانا حلو جدا.
وزي ما قلنا الحشوه بتاعتك انت تقدري تحشي لحمه معصجه وتضيفي لها شويه مكسرات وشويه بقدونس، بتبقى طعمها حلو قوي. تقدري تحشي فراخ بالفلفل الالوان طبعا تكون معصجه. اهم حاجه في كل الحشوات انها تكون مستويه، ما ينفعش احط حاجه نيه في السمبوسك لانها مجرد انها تنزل الزيت هتحمر على طول، مش هتلحق تسوي لي اي حشوه جواها. تمام، هنقفلها زي القطايف بالظبط كده، وبعدين نبتدي بالشوكه نقفلها. تمام اهي كده، وتعالوا نعمل واحده تانية. قفلناها كويس، ضروري تقفليها كويس علشان لما تخش الزيت ما تفتحش منك. تمام، يلا بينا نعمل واحده كمان. يبقى بنقطع يا اما كور صغيره يا اما نفردها كل العجينه مره واحده ونبدا نقطعها بقطاعه. تمام، اهم حاجه سمكها يكون رفيع ما يكونش تخين. تمام بالشكل ده، والسمك اهو. والحشوه بتاعتنا زي ما قلنا ليكي فيها مطلق الحريه، ممكن تحشيها كمان حادق. الاهم في ده كله ان الحشوه بتاعتي تبقى مستويه. قفلناها زي القطايف بالظبط، وبعد ما بقفلها بجيب الشوكه وادوس عليها بحيث ان العجينه تمسك في بعضها وما تفكش مني اثناء القلي. ممكن نحشيها حادق او حلو. تمام، يعني العجينة بيسألوني جوه ينفع حلو ينفع حادق؟ اه ينفع حلو ينفع حادق. يعني احنا بنحشيها حادق دلوقتي، تقدري تحشيها حلو كمان زي ما قلنا. ممكن تفاح مكرمل مع القرفة، ممكن مكسرات، ممكن نحشيها كمان بسبوسة فايضة عندنا ومش لاقيين لها حل نعمل فيها ايه، كنافة فايضة عندنا، ممكن نعمل مزيج كده ونحط معاهم شوية مكسرات ونحشي بيها السمبوسك، هتطلع روعة. والحلو طبعا بعد ما بتستوي وتتحمر وتتصفى من الزيت، ممكن شوية عسل أبيض أو شوية شربات تقيل ونوزعهم عليهم وما نكترش. تمام، سهلة جدا، ولا أسهل ولا احلى من كده. انا عندي زيت على النار بيسخن، وتعالوا بينا نشوف الزيت اخباره ايه. لو سخن نبدا نحمر، فاضل له يعني دقيقه، اعمل وحدتين كمان وبعدين نروح نحمر على طول. سهله جدا جدا، والعجينه مظبوطه جدا وهتديكي نتيجه رائعه. امشي على المقادير بالظبط، هتحتاجي كوبايتين من الميه وهتديكي نتيجه هايله. ممكن مع حشوه الفراخ حطي شويه جبن بسيطه علشان تمسك الحشوه مع بعض. ممكن فراخ بايته عندنا مش عارفين نتصرف فيها ازاي، ممكن ناخدها بقى ونشوحها مع بصلايه وشويه فلفل الوان. تمام، ونحط لها بهارات بتاعت الفراخ وملح وفلفل وشوية جبن ونحشي بيها، هتديكي نتيجة هايلة وطبق جديد من حاجة قديمة احنا كان ممكن نرميها او يبقى طعمها بالنسبة لنا مش لطيف، فلما نعيد تدويرها هتبقى طبق جديد جميل هيعجب الولاد جدا وياكلوه. خصوصا في رمضان في بواقي كتير مننا بتفيض، فنحاول نرجع تاني ونعيد تدويرها. يلا نعمل دي ونروح نحمر على طول. يلا بينا نروح على الطاسة بتاعتنا، الزيت زمانه سخن. اهم حاجة ان احنا نقفل السمبوسك بتاعتنا كويس جدا، ضروري علشان ما تفكش مني وانا بحمرها. ويلا بينا على الطاسة والزيت سخن على نار متوسطة وهنبدأ نحمر. بسم الله، وانا بحمر في حاجة مهمة المفروض ان احنا نعملها، لو السمبوسك قبت على الوش كده تعرفي ان هي بدأت تتحمر، وهاتي زيت من السخن وتحطي على وشها علشان تقبقب معاكي كده وتبقى عاملة فقاقيع كده وشكلها لطيف قوي. تمام، تمام، يبقى النار بتاعتنا متوسطة ونحضر طبق علشان نطلع عليه، ويكون الطبق عليه مناديل عشان يمتص اي زيوت زيادة. وهطلع فاصل صغير خالص، هي بدأت تحمر اهي، واللي هيتحمر هرفعه من النار على طول. تمام، وهنطلع فاصل صغير ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. ورجعنا لكم تاني، والسمبوسك بتاعنا
بتاعتنا بعد ما خرجناها من الزيت حطيناها على طبق فيه مناديل مطبخ امتصت الزيوت الزياده، هي عموما ما بتشربش زيت زي السمبوسك الجاهزه، وبعدين قدمناها بالشكل ده.